نموذج جميل وراقي ومحترم انا حبيت اقدمه كي يكون قدوه لشباب كتير جدا نتمنى انهم يسيروا على نفس الدرب، وحبيت اقدمه النهارده في واحد من الناس، وبشكركم جدا جدا. وصلنا لفقرة الحالات الإنسانية، والحالة النهاردة لمصطفى درويش من قرية زرزارة في اسكندرية. عنده 54 سنة، بيعاني من مرض القلب، كان بيعمل سواق لكنه الآن لا يعمل، إن حالته الصحية لا تسمح. عنده 4 أولاد، 3 منهم في مراحل. فاعمل انا فئه الدوره حضرتك، وانا معايا عيال صغيره، معايا 2، معايا داخله مدرسه، ومعايا عيل صغير 2.5 سنين وتعبان، هو كمان عنده سكر، فانا مش عارفه اعمل ايه، ودخلنا ما فيش، ولا في معاش ولا في حاجه، ونفسي حد يسمعني ويعمل لي عمليه قلب المفتوح لجوزي. حالة عم محمد صعبة، ومطلوب انه يعمل عملية قلب مفتوح بتكلفة 20,000 جنيه، وربكم معاه. الحالة الانسانية التانية للطفل ادم محمد، عنده 2، بيعاني من ورم في رجله، اخذ علاج كيماوي لكن الدكاترة وقفوا العلاج لانه بلا فاعلية. ادم حالته خطيرة وبيعاني بشدة، تعالوا نشوف حالته ايه. بالظبط بعالجه ما عنده ورم في رجله، الاول كان ورم في رجله، وبعدين عالجناه عند الدكتور بره جراح، وقال ان هو تجمع دموي مش ورم. قعدنا تقريبا 2 شهر فما كانش في تحسن في الحاله، ومن الناس قالوا لنا ودوه ايه معهد الاورام، فوديته المعهد وعملنا له اشعاعات وتحاليل، وبرده قالوا ان ايه ان اللي باين في الاشعاعات ان هو تجمع دموي مش ورم. فاللي هيحسم يعني الموضوع ان احنا ناخد عينه من مكان الورم، ففعلا خدنا عينه وطلع ان هو ورم سرطاني وفي خلايا ثانويه ظهر على الرئه. عملنا جراحه في رمضان اللي فات، بس طلعت الجراحه مش مظبوطه لان الورم رد، واحنا بنفك سلك العمليه الاولانيه كان الورم في نفس المكان طالع تاني، فالدكتور كثف له الجرعات الكيماوي وخدنا جرعات مكثفه وعلاج غير الكيماوي، كان بياخد حقن وحاجات للاعصاب والعظم وكده، علاج تاني تكميل للعلاج الكيماوي. وبعدين اخر الحل يعني ان هو عنده في الغده، طلع له تاني ورم في الغده وفي حاجه في الجمجمه بتاعت راسه، والورم اللي هو في المكان في رجله كبر طبعا جدا، فالدكتور بتاعه المعالج بتاعه اللي في المعهد قال ان هو ولا ليه علاج ولا ليه جراحه هنا خلاص تاني، فالعلاج اللي بياخده محتاج طبعا ان هو يعمل جراحه بره، لان الجراحه هنا تبقى شبه مستحيله، ما فيش حد اصلا يعمل له جراحه في الاماكن دي كلها اللي طلعت فيها. فقال ان ولا ليه جراحه ولا ليه علاج، والعلاج اللي مديهوله علاج تلطيفي للحاله، فالتكلفه طبعا هتبقى عاليه، ومفيش امكانيه هنا اصلا ان هو يعمل جراحه، يعني يعمل جراحه في الاماكن دي كلها، يعني هو طبعا ما بينامش من شده الوجع، ما بيعرفش يمشي،
يعني هو مشي بسيط جدا، لان طبعا المكانين مؤثرين على رجله، لانه عنده واحده في ركبته وعنده واحده في الغده بتاعت رجله. محتاج يسافر للخارج علشان يعمل عملية، قولوا لكم معاه، والتواصل معاه رقم التليفون موجود دلوقتي قدام حضراتكم.